السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على السلامة. العربية دي على مبادرة المغتربين، استيراد جاية من أوروبا. عربية موديل 2021، وهقول لكم بالظبط سعرها كام والمغترب دفع كام وكل التفاصيل دي. تعتبر أرخص عربية في الشكل الجديد من حيث الوديعة وكمان من سعرها. والعربية قبل ما يستلمها صاحبها عملنا للعربية دي فيلم حماية مط، وغيرنا لها لون الصالون، وعملنا لها عزل حراري ونانو سيراميك، وبص عملنا حاجات كتير قوي. هفرجكم دلوقتي كل الحاجة وهقول لكم كل الأسعار والتفاصيل وكل حاجة وجت في قد إيه وكل الكلام ده. بس الله يبارك لك، شير الفيديو ده علشان إيه؟ نزعلهم، عشان هما هيزعلوا. يلا بقى نتفرج على تفاصيل العربية ونشوف ايه الكلام. صلي بينا على النبي ويلا بينا. الف مبروك وصول العربية على خير. بصوا يا، العربية دي افنجارد مش اي ام جي، وعاملين لها فيلم حماية مط زي ما حضرتك شايف. خلي بالك عشان برضو تبقى عارف، فيلم الحماية المط ده اغلى من الفيلم العادي اللي بيلمع، بس غير طبعا شكل العربيه خالص. والسبويلر ده برضو احنا اللي مركبينه، ده سبويلر اوريجينال سي 200 افنجارد. سعرها عايز اقول لكم سعرها حلو قوي، هقول لكم طبعا كل التفاصيل بس هفرجكم على العربيه. العربيه دي الصالون بتاعها كان لونه اسود. طب تعالوا بس الاول بصوا على شكل الصالون، وبعد كده هوريكم الصالون بقى عامل ازاي. هوريكم الصالون بتاع العربيه دلوقتي اهي. اهو الصالون، بصوا عليه، بصوا عليه عشان هيوحشكم. ومفاجاه، مفاجاه لما العربيه تخلص هنصورها تاني. شايفين الصالون كويس؟ ركزوا عشان انا هغير الصالون ده كله توكيل. بصوا الصالون، بصوا الباب، الصالون اهو. انتظروا بقى مفاجأة كبرى لما ان شاء الله العربية تخلص على خير. بص بقى يا سيدي، بعد ما عملنا الصالون اتفرج واتمتع ان شاء الله نعيشنا وكان لنا عمر. مفيش اي حاجة ما نقدرش نعملها. اللون اللي انت شايفه ده اللون الجملي. لو انت بقى حضرتك عايز هنا بدل الجملي ده عايزه احمر موجود، عايز الصالون كله بدل اسود في جملي يبقى كله احمر مثلا موجود، كله جملي موجود. كل اللي بتحلم بيه احنا تحت امرك هنعمله لك. العربية بس توصل على خير وكل اللي انت عايزه اعتبره حصل. من ورا اهو بص، ايه رايك؟ عايزك تقول لي كده ايه رايك. انا موجود معاكم علشان احقق لكم كل احلامكم، كل اللي نفسكم فيه. يعني مش هخلي حاجه في نفسك مش هتعملها. العربية الوديعة بتاعتها على 2021، لكن الشكل الجديد لون المط حلو قوي في العربية البيضة دي بجد. يعني لازم تبقى حضرتك عارف ان السي 180 والسي 200 1500 سي سي تربو، علشان بس الناس اللي فاكرة ان السي 200 2000 سي سي، مفيش الكلام ده. تعالوا بقى ايه نتكلم في الاسعار بعد ما شفتوا العربيه وانبسطت. نتكلم بقى ايه في الاسعار، يلا بينا. بص بقى يا سيدي، العربية دي بالظبط كده
هي بقى لها تقريبا 40 يوم، يعني العربيه دي جت في 40 يوم. العربيه دي بالظبط اتكلفت على صاحبها ماشي وقتها، يعني لما دفع هو دفع عامه ثمن العربيه بمصاريفها من بره لبره، وهو اللي دفع الوديعه. طبعا الوديعه بتاعتها تقريبا كانت 13,000 دولار. حول الوديعه، خد الموافقه الاستيراديه، بعتها لي، بعت له العربيه دي، وافق عليها، وقفت عليه كله على بعضه كده لغايه اما هيستلمها دلوقتي كده من هنا، غير طبعا فيلم الحمايه وغير الصالون، وقفت عليه ب 2 مليون 100. سعر العربيه دي في السوق في المعارض دي 2021 سعرها تقريبا عامل 3200 تقريبا 3300، وقفت عليه ب 2 مليون 100 غير الوديعه. لو النهارده حضرتك عايز تجيب نفس العربيه بالظبط بالظبط اليومين دول، هتقف عليك تقريبا ب 2 مليون 300، وسعرها من غير الوديعه، وسعرها في السوق في المعارض بيعمل 3 مليون 200 او 3 مليون 300. يعني حضرتك موضوع المبادره مخليك موفر حوالي مليون جنيه. واخدين بالكم الدنيا ماشيه ازاي؟ السهوله، السهوله، في سهوله كده في الموضوع. فيلم الحمايه ده بياخد 3 ايام، والصالون بياخد 5 ايام عشان تشوفه زي ما حضرتك شفته كده، والعزل الحراري بياخد يوم، ونانو سيراميك بياخد تقريبا 3-4 ساعات. فانت اعمل حسابك مثلا العربيه ممكن تقعد لها 10 ايام بعد ما توصل عشان تستلمها بالمنظر اللي حضرتك شايفه دلوقتي قدامك ده. ألف مبروك لصاحب العربية. ولو حضرتك عايز تسأل على تسعير أي عربية على مبادرة المغتربين أو استيراد شخصي، اكتب لي في الكومنتات العربية اللي عايز تسعرها وأنا تحت أمرك. كل قنواتي الشرعية على السوشيال ميديا شريف ياسر أون تراك، فيسبوك، يوتيوب، انستجرام، تيك توك. وأشوفكم يا رب دايما على خير. وقبل ما تسيب الفيديو ده وتروح في أي حتة، صلي على رسول الله. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.